أهلا بكم مشاهدي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد خاص بأخبار المنتخب الوطني الجزائري. وكما نشاهد في هذه الصور وصول لاعبي المنتخب الوطني الجزائري إلى الجزائر تحسبا للتربص التحضيري، يتقدمهم اللاعب والوافد الجديد إبراهيم مازا الظاهر في الصورة اللي تحسبا كما قلت لمباراتي الطوغو ذهابا وإيابا، المباراة المقررة يوم الخميس المقبل 10 أكتوبر على ملعب 19 ماي بعنابة، بداية من الساعة 8 ولقاء الإياب المقرر بالعاصمة لومي بالطوغو يوم 14 من نفس الشهر بداية من الساعة 5 بتوقيت الجزائر. إذن هذه صور وصول لاعبي المنتخب الوطني الجزائري والشروع في التربص التحضيري للمباراة. وكما نشاهد الوافد الجديد أيضا حارس شباب قسنطينة حلفية المستدعى إلى المباراة، وأغلبية لاعبي الخضر الذين تم استدعائهم في القائمة التي أعدها المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. إذن كما قلت هذه صور وصول لاعبي الخضر إلى مركز التحضيرات بسيدي موسى، بعدها سيطير الخضر إلى مدينة عنابة لمباشرة التحضيرات هنالك بملحق التدريبات التابع لملعب عنابة والملعب الرئيسي لملعب 19 ماي بعنابة. شكرا لكم على المشاهدة، إلى فيديو آخر بحول الله.